وينضم إلينا من دبي هذه المرة رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي جروب، أهلا بك. يعني اليوم الأسواق على ترقب لاجتماع بنك إنجلترا، وخاصة أن هناك توقعات برفع الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس. برأيك كيف تتوقع التحركات ستكون من قبل بنك إنجلترا وانعكاساتها على الاسترليني اليوم؟ كان الموضوع حساس جدا بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي الذي يقدم على رفع أسعار فائدة لم يقم بها منذ عقود من الزمن، طبعا وذلك بضغط واضح من مستويات التضخم المرتفعة التي أيضا وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونحن نتحدث عن مستويات مرتفعة عند 9.4%، وذلك يضغط بشكل كبير على البنك المركزي البريطاني أن يقوم بحركة رفع أسعار فائدة كبيرة بخمسين نقطة أساس. طبعا إذا قارنا هذه الخمسين نقطة أساس مع زيادة التضخم الواضحة في الاقتصاد البريطاني، أعتقد سوف تضغط وبشكل كبير على نمو الأعمال، بالتالي المركز البريطاني ممكن أن لا يقدم على رفعات بمثل هذا المقدار خلال الفترة القادمة، وأن يكتفي برفعات لاحقة بخمسة وعشرين نقطة أساس أو مراقبة أداء الاقتصاد البريطاني، لأنه هو تحت عديد من الضغوط، منها التوترات الجيوسياسية التي تطيح في أوروبا، وكذلك الأمر في نفس الوقت عندنا مستويات التضخم المرتفع والأزمة الاقتصادية التي أصلا كان يعاني منها الاقتصاد البريطاني بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي، وهو إعادة التوازن العلاقات التجارية مع الدول العالم. بالتالي الاقتصاد البريطاني تحت الضغط، ممكن أن نشهد الجنيه الاسترليني ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم متفاعلة مع هذه الخطوة الجريئة، ممكن نشوف انقسام بالأعضاء التسعة داخل البنك المركزي البريطاني، ولكن مع ذلك تمرير الرفع بخمسين نقطة أساس مهم جدا. يعني كل ما يأتي به المركز البريطاني اليوم سيؤثر وبشكل كبير جدا على لهجة صناع السياسة النقدية في الفترة القادمة، وسيؤثر على الاقتصاد البريطاني. نعم، دعنا رائد نعبر الأطلسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتظر بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، غدا الجمعة. ما هي أهمية هذه البيانات، خاصة أن الأسواق يعني تثير كثير من الاهتمام تجاه هذه البيانات تحديدا وتأثيراتها على الدولار؟ صحيح. طيب، يعني تركيزهم على البيانات هذه لأنه مهم جدا أنه ننظر على صحة سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. سوق العمل هو المقياس الحقيقي للفدرال الأمريكي بأنه هل حدث فعلا ركود، هل يوجد فعلا ضرر في الاقتصاد أم لا. على الرغم من أنه قراءة الربعين المتتاليين حتى الآن من الاقتصاد الأمريكي هي بانكماش، ولكن لم يعترف بعد الفدرال الأمريكي بالانكماش ويراهن على قوة وصحة سوق العمل الأمريكي. 250 ألف وظيفة متوقعة بالمقابل 370 ألف القراءة السابقة، هي أقل من القراءة السابقة، وتوقعات باستقرار معدلات البطالة. أعتقد هذه قراءات متواضعة وبشكل كبير جدا، وما قد نشهده في الفترة القادمة خصوصا بناء على التصريحات التي شاهدناها من بعض الشركات المهمة في الاقتصاد الأمريكي مثل شركة أبل التي أعلنت أنها ستقلل من وتيرة التوظيف، شركة فيسبوك كذلك الأمر التي قد تعتمد على تخفيض تكاليفها من خلال تقليل استقطابها للمبرمجين، والعديد من الشركات الأخرى في قطاعات كانت بومينج أو كانت تنشط كثيرا في فترة الكورونا بدأت تظهر مشكلة كبيرة في عملية التوظيف. بالتالي ممكن أن تترجم هذه على أنه ممكن سوق العمل في الفترة القادمة يشهد مزيد من الضغوط، خصوصا مع الضغوط التضخمية الموجودة حاليا بتضخم فوق 9%، ولا ننسى أن معدلات نمو الأجور هي أقل بكثير من يعني المستويات التضخم، بالتالي هنا يوجد فجوة. ما ننظر إليه أو مهم جدا أن ننظر إليه هو الparticipation rate أو معدل المشاركة، والذي ممكن أن يلعب دورا مهما أنه كل ما كان عندي مشاركين أكثر في طلبات الإعانة ضد البطالة ممكن يكون في عندي ارتفاع في الأرقام البطالة بشكل واضح، بالتالي حصان طروادة ممكن يكون عندي البطالة أو معدل البطالة بارتفاعها فوق المستوى 3.6%. أعتقد ستدق نواقيس الخطر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي إجمالا.
نعم رائد، لاحظنا بعض الضغوط التي شهدها النفط خلال هذه الجلسة، الآن يرتد إلى المنطقة الخضراء، ولكن النفط استطاع أن انخفض في خلال جلسة التداول لأدنى مستوياته في 6 أشهر، ولاحظنا أيضا بالنسبة لقرار أوبك برفع الطاقة الإنتاجية بحوالي 100,000 برميل، ولكن في هذه الأثناء كيف هي توقعاتنا لأسعار النفط خاصة مع ارتفاع المخزونات الأمريكية للبيانات التي صدرت، وأيضا ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، كيف هي الصورة بالنسبة لأسواق النفط في الفترة المقبلة؟ يعني ننظر إلى أسواق النفط حقيقة على أنه التصريحات كانت واضحة وبشكل كبير جدا. الآن المنتجين بدأوا يتحدثون عن مستويات أدنى وعن إمكانية استقرارها عند مستويات أدنى حتى لا يتم إيذاء النمو المستقبلي في الطلب. بالتالي مستويات الـ 80 إلى 85 دولار للبربيل ممكن تكون هي مستويات استقرار. ولما تم الحديث من قبل وزير النفط في كازاخستان أنه الكاريدور أو ممر الأسعار هو ما بين مستويات 70 إلى مستويات 80 دولار للبرميل، أعتقد هذه مستويات منطقية معقولة تساهم في الإبقاء على توقعات الطلب الإيجابية، وفي نفس الوقت يعني مستويات الرفع في الإنتاج هي بإمكانيات الدول أوبك بلس، وبالتالي يمكن تحقيق ذلك لأنه نحن عند مستويات أعلى من ذلك بلا شك، ويعني بشكل مطلق سوف يكون هناك ضرر كبير على النمو العالمي وعلى اقتصادات عظمى مثل اقتصاد الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي سيتضررون بشكل كبير جدا بارتفاع تكاليف الطاقة، خصوصا المنطقة الأوروبية كذلك الأمر. بالتالي الاستقرار دون مستويات 85 دولار للبرميل خلال الفترة القادمة متوقع بشكل كبير جدا. نشكرك رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب رائد الخضر، شكرا جزيلا دائما لوجودك معنا.